عم اكتفنا من صوتك ما شاء الله يا باشا عليك. شفت يا عم؟ شفت يا عم؟ روح روح بقى روح بقى يا راجل. انت هو قال حاجه يا جدع؟ انت لسه هيقول لك اوسخ كلام. بس انت مستعجل ليه؟ اتفضل يا باشا. اتفضل يا سياده اللواء، ربنا يكرمنا معاك يا رب في الليله اللي مش فايته دي. حسنين ومحمدين راحوا امريكا. شوف انت بقى لما حسنين ومحمدين يروحوا امريكا. حسنين ومحمدين سكنوا في عماره في الدور المية وعشرين. اصله بيشتغل البواب بتاع العماره فيغني تحت واي حد ينزل السبب بتاعه. اتفضل يا باشا. حسنين ومحمدين روحوا لو الاسانسير عطلان. بعد ما طلعوا الدور الاول طلعوا الثاني. يعني ايه يعني ايه؟ بعد ما طلعوا التاني طلعوا التالت. الله الله. بعد ما طلعوا التالت طلعوا الرابع. لا حل لا حل. استنى لا حل. بعد ما طلعوا الرابع طلعوا الخامس. ده شرخ الموقف خرج من ايدي والله. اتاريهم بعد ما طلعوا الخامس طلعوا السادس. شلولة. بعديها طلعوا السابع. يا باشا ثم الثامن بعده الثالث. ايوه العاشر. عندك وقت؟ انا عندي حفله ثانيه فيها عمرتين اطول من دي. بقول لك ايه؟ نط السلالم عشان ليلتك تعدي. بس ده اللي انا عايزه. بس بعد ما طلعوا العاشر نزلوا التاسع. يا عم نط لفوق مش لتحت. مالك في ايه يا شلاوله اللي جرالك؟ وصلوا للدور ال 119. الحمد لله وصلنا. حسنين قال لمحمدين في خبرين، واحد حلو والتاني وحش. قال له قول لي الحلو في الاول. قال له فاضل لنا دور ونوصل شقتنا. قال له الخبر الوحش. قال له العماره دي مش بتاعتنا. شفت يا باشا؟ شفت عطاني؟ شفت اخي روح. ده انت ودنك حقيقه والله ما بتفهم حاجه. انت عارف ده مسمينه في شارع محمد علي ايه؟ مسمينه ايه؟ العندليب القذر. شفت بقى عشان تبقى عارف بقى سات الوز. يا ريت تقول لهم الاغنيه اللي خدت فيها 5 سنين سجن. يا ريت اغنيه حقيره حقيره يعني. اتفضل يا باشا ربنا يكرمك معانا يا رب. ثلاث صعيدة قبلوا ثلاث صعيدة غيرهم بقوا ستة. لا دي خلصت. خلصت ايه يا عم؟ ده المذهب، ده المذهب بتاع الاغنية. قول لهم الكفليه. يلا قول لهم الكفليه الاولاني. قول لهم الكفليه الاولاني مالكش دعوة. قبلوا صعيدي كمان بقوا 7. لا بقوا 5. طب ازاي؟ ما هم صعيدة يا غبي. هزوركم والله هزوركم والله. ربنا يخليك للفشل يا رب. اه رب. شفت؟ هضربك انا والله هضربك. هضربك والله العظيم. هضربك هضربك والله. بلعب كوتشينة. ارحم نفسك ارحم نفسك ارحم نفسك يا غيرك. ده من عيلة اللي انت بتهزقه ده. ده شكل واحد من عيلة ده. انت عارف ده ابوه مين؟ ابوه مين؟ يا ابني ما تضيعش نفسك. اقول لك عايز اضيع. ابوه اللي اخترع سلك المواعين. ما تقولش بقى الحل عشان الوسايط والكروته والحاجات دي والنبي نتكلموا عليه. اعمل معروف سات الوز. يا ريت تقول لهم الاغنيه اللي كنت سعادتك بتغنيها ومأمور السجن بيمد سعادتك على رجليك. يا ريت شجن بكاء عاطفه سسبنس رعب كلها. اتفضل. ست عجوزه لقيت خاتم سليمان دعكي تطلع لها العفريت. قال لها شوف بيكي لبيكي تطلبي ايه؟ قالت له عايزه اصغر في السن. خلاها 40 سنة ما عجبهاش. 30 ما عجبهاش. 20 ما عجبهاش. 10 ما عجبهاش. خلى عندها 4 سنين جات لها الحصبة ماتت. ماتت
نبوءه بسيطه بالتقطيع بتاعته. لسه الاحباط كله. اوعدكم والله ما تقول لهم حاجه تخينه كده. اقول لكم حاجه الفيروز والله اعمل معروف ما تغنيش لزملائك. قايل لك 100 مره بلاش تغني لزملائك. ما تقول لهم حاجه من الالبوم الجديد بتاعك. انا واحد الشريط بتاعك الجديد ده اللي مرمي في العتب على الارض ده. ما تقول لهم الاغنيه الثانيه منه لذيذه يعني. ارد ايده حمراء. ارد ايده هي اللي حمراء يا عم روح بقى. ما اقول لك ايه عامل عمليه اللي يعني شغاله يا عم. ارد ايده حمراء. ايه ارد بقى ايده حمراء مش ايده حمراء. خلاص حقك عليا. ارد جاكيتته حمراء. ما يجيش غير في جاكيتة القرد ويشمها يا عم روح. هلاح بكره دي الله حمار. يا عم روح يا عم. يا عم حمار ايه بتنقل على اغاني حلوه كده لذيذه كده. بيقول لك الست تحب في حياتها اربع حيوانات. ايه هم يا ريس؟ التعبان بتعمله جزمه وشنطه. والتمساح بتركبه مرسيدس. والثعلب بتعمله فرو وتحطه على كتفها. طب ورابع الحمار اللي بيجيب لها كل الحاجات دي. ما انت جايب لمراتك كل ده. لا احنا عاوزين حاجه تخينه كده من الحاجات اللي فرقعت معايا. احمد وعمر دخلوا السيما. يا الله يا خرابي. ايه دي قصيده والله قصيده. لا قولها 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 انا بنبهكم بس. اتفضل اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. اتفضل اتفضل يا باشا. اتفضل. لا يا بعيد احمد وعمر دخلوا السيما. احمد قال لعمر تراهني اضرب الراجل اللي قاعد قدامي على قفا. قال له رحمك. احمد قام ضرب الراجل اللي قاعد قدامه على قفا وقال له ازيك يا حامد. الراجل قال له انا مش حامد. قال له غريبة مع ان قفاك بيشبه قفا حامد. قال له بس انا مش حامد. احمد قال للراجل سوري. اصله غناها في لندن عاصمة تونس فمتأثر باللغات يعني. اتفضل اتفضل يا باشا. ما شاء الله ربنا. بعد ما قال له سوري 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 ايوه سوري احمد حس بالرهاب من عمر وقال له تراهني ليه تاني مرة اضرب الراجل هو هو على قفاه. قال له رحمك. احمد قام ضرب الراجل على قفاه وقال له انا عارفك يا حامد طول عمرك يا حامد تقول ان انت مش حامد بس انت حامد يا حامد. الراجل قال له عليا الطلاق بالثلاثه انا مش حامد. احمد قال للراجل سوري سوري. عمر وقال له تراهني لثالث مره اضرب الراجل هو هو على قفاه. قال له رهنك. احمد قال وقال له وريني بطاقتك انت اكيد حامد. الراجل قال الله يعين على ابو حامد لابو اللي جابه حامد. وسابهم وقعد بعيد. احمد كسب الرهان من عمر وقال له تراهني اروح وراه واضربه على قفاه. قال له رهنك. احمد قام ورا الراجل ضربه على قفاه وقال له بقى انت قاعد هنا يا حامد وسيبني اضرب في الراجل اللي قاعد هنا. فشل حلو الحمد لله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.